زي ما قلنا في البداية إن أكتر نقطة بتاخد مجهود هو البداية، إن أنا أبدأ إزاي أعمل البحث، وهو إحنا بنبدأ بالريسيرش كويشن. وقبل ما أحط أو أحدد السؤال بتاعي لازم الأول أحدد التوبيك اللي أنا هبحث فيه. دايما إن هما نيو ريسيرشرز بيقولوا يقول يا دكتور إبراهيم إحنا عاوزين فكرة جديدة للبحث بتاعنا. جزئية انك تناقش الافكار مع other researchers او مع زمايلك او حتى مع الستودنتس بتوعك ده جزء من عملية الريسيرش. عشان ادور في توبيك معين لازم الاول يبقى عندي، يفضل ان يبقى عندي اكسبيرينس في المجال ده. يعني انا كابراهيم مثلا لو هبحث دايما هبحث في مجال البيدياتريك ريهابليتيشن، حد تاني ممكن يبحث في مجال الاورثوبيديك، حد تاني ممكن يبحث في مجال النيورو. ليه؟ لان هو عنده اكسبيرينس، قد تكون كلينيكال اكسبيرينس سواء كان في الاسسمنت او تريتمنت، وكمان قراءاته كانت كتير في المجال ده. يبدا بقى تظهر عنده شويه مواضيع، يعني مثلا ممكن يتكلم في حاجه اوريدي معروفه. يعني مثلا ايه؟ معروف ان المانوال ستريتش ممكن يقلل التايتنس في المسلز، ودي حاجه معروفه وممكن يكون اتعمل لها ريسيرشز قبل كده. بس هو انا ليه ما اسالش نفس السؤال تاني؟ وليه ما عملش نيو انترفينشن واشوف هل فعلا المانيوال ستريتش بيقلل التايتنس اوف ماسلز او لا؟ كده كده احنا الميثودز اوف الاسسمنت اتغيرت وحصل فيها تطور. او ممكن يكون الموضوع اللي انا بتكلم فيه ان انا بشيل لبس معين او بشيل نوع من الكونفليكت بتوين تو ايديز. يعني مثلا في ناس بتقول ان الاطفال السبي بيحصل لهم ويكنس مع الوقت، ناس تانية بتقول لا هي اساسا مشكلتهم مش ويكنس فبالتالي المصل باور ما بيتاثرش. فليه انا ما عملش بحث مثلا عشان اشيل الالتباس ده؟ او لو في حد قبل كده طلع بنتيجه في البحث قال مثلا ان الايسنج ابلكيشن ده بيقلل السباستيستي بشكل تمبرال، طب ما انا اعمل ريسيرش تاني على سامبلز تانية باسسمنت مختلف باستخدام انسترومنتيشنز تانية هتطلع لي داتا ممكن تكون مور اوبجكتيف مور اكيوريت عن الداتا اللي هو كان طلعها، ممكن استخدم سامبلز تانية عشان اكونفيرم نفس الايديا. او ممكن يكون في معلومه اوريدي موجوده ولكن مفيش دوكيومنتيشن كافيه او ابحاث كافيه اتعملت على المعلومه دي، فيبقى ده هو عنوان البحث بتاعي او التوبيك بتاعي. لو انا مثلا specialized in pediatric rehabilitation ممكن اختار توبيك هتكلم عنه وليكن السيربيا بولسي او التشايلد وذ سباستيك دايبليجيا. بعد ما اخترت التوبيك ابدا بقى احدد البروبلم، مش شرط البروبلم دي تبقى يعني حاجه يعني بروبلم، لا انا البروبلم بتاعت الكويستشن اللي انا عاوز اجاوب عليها، اللي انا عاوز احلها او احط لها اجابه. ممكن اخلي الموضوع بتاعي مور كونسايت شويه، يعني مثلا اتكلم عن هحط سؤال في الجيت ديفيشنز في حالات السيربال بولسي او السباستيك دايبليجيك سيربال بولسي. هنا هتبدا تظهر لي اسئله كتير، زي مثلا هل فعلا السيربال بولسي عندهم جيت ديفيشنز؟ يبقى هنا هضطر ان انا الجا للاكسبلوراتوري ريسيرش اشوف مثلا الجيت فيلوسيتي الكيدنس الستيب لينث ستيب ويث الفوت انجل وحاجات كتير. ممكن اشوف الكينيماتكس اور كينيتكس داتا بتاعت الجيت وهل في اختلاف بينها وبين الاطفال النورمال ولا لا. لكن انا ما حطيتش اكسبلينيشن، يعني ما حطيتش تفسير ليه في اختلافات ما بين ده وده. مثلا لو انا احط تفسير يبقى ده سؤال تاني. لو مثلا عاوز اشوف هل في انترفينشن معين او مثلا اكسرسايز معين ديورينج الجيت او حتى بالانس تريننج هل ده ممكن ياثر على الجيت ديفيشنز، هل هو يحسنها ولا مش هيحسنها؟ يبقى انا كده ممكن امبلمنت نيو ميثود اوف تريتمنت واشوفها هل افكتيف او نوت افكتيف. طيب انت لما قست الفرق ما بين مثلا اطفال السي بي والاطفال النورمال وطلعت ان الاطفال السي بي عندهم ديفيشنز، انت قست بايه؟ واحد يقول انا قست بالتو دايمنشنال جيت اناليسيس. طيب انت ليه ما قستش بالثري دايمنشن؟ خلاص يا عم قيس بالثري دايمنشن وطلع الاختلافات ده ويبقى ده سؤال تاني باجابات تانيه. واحد تاني يقول طب انت ليه ما قستش، ليه ما عملتش مثلا اسسمنت بالاي ام جي؟ ليه ما شفتش عملت بالمونري فانكشن تيست والطفل بيمشي وشفت فيه فروقات؟ يبقى ده بقى ريسيرش تاني.
واحد تاني يقول طب انت ليه ما استخدمتش الووك واي جيت اناليسز، يبقى ده سؤال مختلف تماما عن الاسئله التانيه. واحد تاني يقول طب معلش هو انت ليه استخدمت الووك واي وما استخدمتش الثري دايمنشنال جيت اناليسز، ده سؤال تاني. هل الووك واي مور اكوريت عن التو دايمنشنال جيت اناليسز، ادي سؤال رابع. طيب معلش يعني هو الووك واي ده هيقيس الجيت فيلوسيتي؟ انت بتقول ان هو هيقيس الجيت فيلوسيتي فعلا، يعني هل هو valid ان هو يقيس what intended to measure؟ يعني ايه؟ يعني مثلا انا عندي درجة الحرارة، هل ينفع اقيس درجة الحرارة بالمسطرة؟ لا، المسطرة بتقيس الطول مش بتقيس درجة الحرارة. طيب الووك واي بيقيس الجيت فيلوسيتي، عرفت ازاي ان هو بيقيس الجيت فيلوسيتي مش بيقيس حاجة تانية غيره؟ فهي كده انا هختبر حاجة تانية اسمها ال validity of this instrumentation. يعني انا هشوف الاسسمنت تول نفسها وهعمل عليها ريسيرش، اقارنها باسسمنت تول تانية واشوف الاكيورسي بتاعتها، يبقى ده ريسيرش كمان، فكرة كمان. عندك فكرة تانية، واحد يقول طب معلش يعني انا لو استخدمت الووك واي فور اسسمنت اوف ا تشايلد وجيت بعد شهرين رحت عملت اسسمنت تاني بنفس الووك واي، ايه اللي يضمن لي ان الووك واي ده مثلا ممكن ما يكونش حصل فيه تشينجز في خلال الفترة دي فطلع القياس هنا مختلف عن القياس هنا؟ ايه اللي يخليني كريسيرشرز ارلاي اون اعتمد على الميثود اوف اسسمنت دي عشان اقول ان الاسسمنت بتاعي اكوريت؟ ومعلش لو جبت اسماعيل ولو جبت احمد ولو جبت عبد الله وقلت لهم تعالوا معلش قيسوا على الووك واي، هل هيطلعوا بنفس الريزلت مع نفس الحالات اللي انا استخدمتها؟ ولا كل واحد هيطلع بريزلت مختلفة عن التاني زي مثلا لما يجي يقيسه بالجينيومتر؟ طبعا كل ما كانت ديفايس اللي انا بستخدمها كانت ريلايبل كل ما كانت افضل في الاسسمنت. يبقى ده كده بقى موضوع تاني خالص ان انا بقيس الفاليديتي والريلايبلتي وبختبرها كميثود اوف اسسمنت. هنا بقى بتيجي الكلينيكال اكسبيرينس. كلينيكال اكسبيرينس مهمة جدا عشان ان انا كل ما كان عندي خبرة في التوبيك اللي انا بشتغل فيها، مثلا انا بشتغل مع اطفال السي بي بقالي سنين بعمل لهم اسسمنت، بقالي سنين بعمل لهم تريتمنت، اكيد هتطلع بروبلمز عندي، اكيد هتطلع افكار. يعني مثلا ايه، انا بعمل لهم مثلا جيت تريننج على الاستبر، جيت ادور اشوف كم واحد قال ان الاستبر ده افكتيف اور نوت افكتيف، لقيت مفيش ابحاث كافيه اتعملت على التول دي، فايه اللي يمنعني ان انا ممكن اعمل ريسيرش عشان يديني دوكيمنت كافي عن التول اللي انا بشتغل عليها؟ كل ما كانت كيك اكسبيرينس بتاعتك عاليه كل ما كان عندك فرصه انك تقابل ناس تانيين شغالين في نفس المجال وتبدا يحصل بينك وما بينهم بعض الدسكشنز وبعض المناقشات وتبدا تتكون ايدياز جديده بحيث ان كل واحد عاوز يثبت فكرته. يعني انت مثلا ممكن تكون بتتناقش مع زميلك في قضيه معينه او في افكت لتريتمنت معين وهو بيقول ان هو افكتيف وانت بتقول ان هو نوت افكتيف، ليه ما يبقاش ده عنوان لريسيرش كويشن؟ ولو انت كمان وصلت للكويشن اللي انت عاوزه سواء كان في الانترفينشن سواء كان اكسبلناتوري او اكسبلوراتوري او حتى ديسكريبتيف كويشن، كل ما بدات انك تفتح باب للمناقشات مع الاذر ريسيرشرز اند يور كوليجز كل ما بدات انك تعمل كونسايزمنت ان انت بدات تضيق المجال اللي انت بتبحث فيه لغايه ما توصل عند نقطه معينه، هي دي يا جماعه النقطه اللي انا هختبرها. وليكن مثلا جينا قرانا مثلا عن الديوال تاسك جيت تريننج في حالات الاطفال، لقيت فيه فعلا اتعمل ريسيرش عن الموضوع ده، ولقيت كمان اتعمل ريسيرش عن الجيت تريننج اوفر انكلايند سيرفيسز، ولقيت ريسيرش ثانيه اتعملت على الجيت تريننج على الانستابل سيرفيسز وهو افكتيف عشان يحسن البوستشرال ستابيليتي. جيت انت رحت سأل سؤال طب انا لو عملت كومباينيشن ما بين الثلاثه ده هيبقى افكتيف في العلاج ولا نوت افكتيف؟ بالاضافه للكلينيكال اكسبيرينس لتريتشرز، مراجعتك للتريتشرز ريفيوز، قراءتك للكتب، قراءتك للريسنت ارتكلز اللي اتنشرت في المجال بتاعك، ده بيفتح عندك معلومات انك تبدا تخلي السؤال بتاعك محدد وبيقيس نقطه معينه.